زي ما احنا شايفين الانشطه اللي موجوده في كل جامعاتنا سواء رياضيه فنيه ثقافيه ابداعيه، ولو الوقت كان يتسع كنتوا هتشوفوا قد ايه حجم الجمال اللي موجود في جامعاتنا كلها. الحقيقه احنا اللي شفناه في بدايه الجوله مع عمرو بيه ان في كورال في الجامعات ومجموعات اصواتها بسم الله ما شاء الله مبدعه، فاحنا اتفقنا ان هيبقى فيه اسبوع لكورال الجامعات. وانا بشكر الحقيقه الشركه المتحده على دعم الاسبوع ده. هيبقى فيه تنافس طول الاسبوع، وفي نهايه الاسبوع في المسرح الروماني هنشوف المبدعين من شبابنا في احتفاليه، وفي ختام لهذا الاسبوع هنشوف القدرات الفنيه الابداعيه لكل شبابنا. بشكركم واتمنى التوفيق لكل الحقيقه العاملين والمسؤولين عن تنظيم هذه الاحتفاليه، وبشكر كل الشباب الجامعات